هذا النداء الذي تصدح به حناجر المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في شوارع المدن الأمريكية أصبح مثار جدل عند المنظمات الصهيونية والإعلام الأمريكي اليميني، حتى أن المظاهرة التي خرجت في 14 من الشهر الجاري لدعم إسرائيل اعتبرت هذا النداء معاداة للسامية. أعتقد أن هذا النداء يدعو لموت دولة إسرائيل. إن كان ذلك فعلا ما تدعو إليه، فإن هناك قدر عميق من معاداة السامية، لأنك تدعو إلى إنهاء الوطن الذي يملكه اليهود. ولكن هناك مظاهرات مؤيدة لفلسطين تنادي بالحرية للفلسطينيين على أرضهم، قام بها يهود مناهضون للصهيونية ولديهم رأي مختلف حيال ذلك. As a Jewish American, I am deeply resentful of. كيهودية أمريكية أنا مستاء بشدة من التلميح بأن هذه المظاهرات معادية للسامية، وبخصوص نداء من النهر إلى البحر فلسطين ستصبح حرة. فلقد تحدثت مع الكثير من الفلسطينيين بخصوصها، وهي تعني بالنسبة لهم دولة واحدة لكل أبنائها. لم يكن هذا فقط موقف اليهود الأمريكيين المناهضين للصهيونية، بل أن الكثير من الفلسطينيين يؤيدون هذه الرواية. فلا تلوموهم لما بيطلعوا بيقولوا إنه إحنا من النهر للبحر بدنا نعيش بأمان. ما في أي توجه إنه إحنا بدنا نقتل أو نكره أو نقضي على اليهود أبداً. فيما يشير المحللون إلى أن تهمة معاداة السامية أصبحت لها دوافع سياسية. تهمة معاداة السامية هي تهمة معلبة لكل من ينتقد سياسات إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب عموما، ولكن في المرحلة الأخيرة انتشر موضوع معاداة السامية لفقدان الحجة. وفي هذه الأثناء يستمر الحراك الشعبي المعارض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في شوارع المدن الأمريكية، غير آبهم بأي تهم يتم توجيهها فيما يحاول وقف إزهاق أرواح الأبرياء في قطاع غزة. الآلاف من الفلسطينيين والعرب والمسلمين واليهود المناهضين للصهيونية والأمريكيين وقفوا جنبا إلى جنب للمناداة بوقف العدوان على غزة والحرية لفلسطين، وهم يقفون اليوم كتفا بكتف لرفض تهم معاداة السامية في الولايات المتحدة أو في أي مكان حول العالم. سهيل الشاعر، قناة الغد، واشنطن.